السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. ونشهد أن أنبياءك حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسولك حق وأن عيسى ابن مريم نبيك وعبدك حق وأنك تبعث من في القبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه القائل كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يطيعك ويطيع نبيك ويطيع من يقربنا إلى طاعتكما برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خير.
نعم، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، العرب يقول عن اليوم القريب يوم غد، والله عز وجل سمى يوم القيامة يوم غد لقربه منا. فالموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، أقرب إلى أحدنا من حبل الوتين. نعم أيها الإخوة، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأبدأ حديثي بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند الإمام أحمد في مسلم. أما رواية البخاري فيقول ربيعة: كنت أبيت عند رسول الله في بيت رسول الله أحضر له وضوءه وحاجته، فقال: يا ربيعة سلني، اطلب، ماذا تريد؟ أراد أن يكافئه، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: وغير ذلك؟ قال: قلت: ليس إلا ذلك. فقال: إذن أعني من نفسك بكثرة السجود، أعني من نفسك بكثرة السجود. وفي رواية الإمام أحمد قال: كنت أبيت عند رسول الله فأحضر له وضوءه وحاجته، فأراد أن يكافئني فقال: يا ربيعة سلني. قلت: انظرني يا رسول الله حتى أفكر، كان غلام صغير، انظرني يا رسول الله حتى أفكر. قال: تفكر بماذا؟ قال: انظرني حتى أفكر. فذهبت إلى بيتي ونمت وأخذت أفكر، فنظرت إلى مكانة رسول الله من ربه، أن لرسول الله مكان عند الله. فقلت: إن سألته لدنياي والله إني أعلم أن هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا فانية، وما كان من رزق سيأتيني، ما كان لي من رزق بإذن الله سيأتيني. فنظرت إلى آخرتي فأردت النجاة من النار والفوز بالجنة. ففي الصباح وفي اليوم الثاني فقال لي رسول الله: يا ربيعة سلني. قال: نعم يا رسول الله، أسألك الجنة والنجاة من النار. فقال: يا ربيعة، من أشار عليك بذلك؟ من أشار؟ من قال لك ذلك؟ قال: والله يا رسول الله إني أعلم مكانتك من الله، فنظرت فإذا في الدنيا فانية وأن من رزق سيأتيني، فأسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أعني من نفسك على نفسك بكثرة السجود. نعم أيها الإخوة، هذه الدنيا فانية وكلنا يعلم ذلك، ولكن على درجات. فبماذا نفكر؟ وما هي آمالنا؟ وما هي أمنياتنا؟ ما هي آمالنا؟ وما هي أمنياتنا؟ هل نفكر بلقاء الله؟ وهل نفكر بالنجاة من النار والفوز بالجنة، هذه النار التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي. فأذن لها بنفسين: فما تجدون من حر الصيف فمن فيح جهنم، وما تجدون من برد الشتاء فمن زمهرير جهنم. اللهم إنا نسألك أن تجرنا من النار، اللهم إنا نسألك أن تجرنا من النار ونجينا من النار، ونسألك الجنة والفوز مع الأبرار بنعمتك يا أرحم الراحمين. نعم أيها الإخوة، ولا أريد أن أطيل، ولكن أذكر على عجالة بعض الأمور التي تقربك من الجنة وتبعدك عن النار. ونحن في نهاية، في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، الذي هو مقدمة لرمضان، مقدمة لرمضان،
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لا أراك تصوم من الشهور كما تصوم من شعبان، فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يرفع عنه الناس، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد النار عن وجهه 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. والله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فاكثروا من التقرب الى الله الصيام، صوم ولو يوم في هذا الشهر، في هذه الايام، وخاصه ايام الحرب. فهذا ابو ايوب الانصاري وهذا ابو ذر، هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم، يقف عند باب الكعبه وينادي: ايها الناس، ارايتم لو اراد احدكم سفرا الا يتخذ لذلك زادا؟ اذا اراد ان يسافر لا يتخذ زواج معه؟ قالوا: بلى. قال: فان سفر الاخره اشق واطول. السفر الى الاخره اشق واطول، واوله سكرات الموت. اول السفر سكرات الموت وخروج الروح التي يقول عنها احد الانبياء: تساله الملائكه: يا نبي الله، كيف وجدت الموت؟ قال: كالعصفور يبلى في المبلى وهو حي، لا يموت فيستريح ولا يطير فيت. هذا السفر للآخر وبدايته القبر. وما أدراك ما القبر؟ هذه الحفرة التي يهال عليها التراب، ثم سؤال الملائكة، ثم التنعم بنعيم الجنة أو والعياذ بالله في جهنم، وأسأل الله التجنب. فما هو؟ قالوا: دلنا على زاد. ما هو زاد الآخرة؟ قال: صم يوما شديد الحر لطول يوم النشور، وصل ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وحج حجة لطول يوم النشور. حج حج الإسلام، حج فروض أيها الإخوة. الصلاة هذه التي نفرع صلاة الفجر سبب من أسباب النجاة. من صم البردين في جماعة دخل الجنة. بردين في رواية الفجر والعشاء، وفي رواية الفجر والعصر. من صم البردين في جماعة دخل الجنة. كم من أناس يغطون في النوم وتشرق الشمس، بل يضبط المنبه على وقت العمل ويتساعد على الشغل، اما الصلاه في غفله. اي غفله ايها الاخوه، والموت ينتظر ولقاء الله ينتظر، بل اقرب اليك من عملك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واعدوا لمثل هذه اللحظه، لحظه الموت ومغادره الحياه الدنيا، تقرب الى الله عز وجل بالطاعات، هذه الفروض، صيام هذه الايام، ذكر الله، الاحسان الى الخلق، حسن الخلق. هذا حسن الخلق من اكثر ما يزيد في ميزان العبد يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم: اكثر ما يزيد في ميزان العبد يوم القيامه بعد تقوى الله من حسن الخلق. حسن الخلق، الاحسان الى الخلق، ادفع بالتي هي احسن. هذه ايام، ايام تطيئة لشهر رمضان، وشرع بها ما شرع في شهر رمضان، شرع فيها ما شرع في شهر رمضان. معلوم ان الفرض، فرض الظهر له سنه قبليه وسنه بعديه، فرض المغرب له سنه قبليه وسنه بعديه، فرض العشاء له سنه قبليه وسنه بعديه. وسنة رمضان القبلية الإحسان والتقرب إلى الله بشتى أنواع القربات في شهر شعبان، سنة كسنة توطئة لرمضان. وخاصة كما قلت
الإحسان إلى الخلق، كرم الغير والعفو عنه. ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ كلنا بحاجة إلى عفو الله. إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عمن أساء إليك. إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف في الدنيا عمن أساء إليك حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنك يوم القيامة عندما تقف بين يدي. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكل ما يصيب المسلم في هذه الحياة الدنيا أيها الإخوة ابتلاء واختبار وامتحان من الله. المرض، الصحة، الموت، مفارقة الأحبة، الهم، الغم، كل ذلك ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليبلونا أنشكر أم نكفر. فإن أصابتك مصيبة في جسدك أو في ولدك أو في أهلك أو في مالك فادع الله عز وجل، ارفع يديك إلى الله أن يكشف عنك الضر ويزيل عنك الغم. ادعو الله عز وجل أن يجعلك من الصابرين. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكة الموت: هل قبضتم روح عبدي؟ هل قبضتم فلذة كبده؟ يقولون نعم يا رب. فيقول ماذا قال عبدي؟ شو قال أهله؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذلك عند المصائب دعاء أهل الميت مستجاب، وخاصة لحظة خروج الروح دعاء أهل الميت مستجاب. فإن دعوا بالمغفرة والرحمة أملت الملائكة على دعائهم، أي قالت الملائكة آمين وترميم الملائكة لا يرد، فيكون الدعاء مستجاب. فإن قالوا اللهم اغفر له وارحمه وارحمه قالت الملائكة آمين. وإن قالوا يا ويلنا ماذا فعلنا ماذا جرى لنا قالت الملائكة آمين. لذلك ادعوا الله عز وجل بالرحمة والمغفرة لحظة نزول المصائب. أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان هي الموت، إذا جاءتكم مصيبة الموت. وإذا أصابتك مصيبة دائما تذكر غيرك، تذكر مصاب غيرك. ما من بيت أيها الإخوة إلا ودخله الموت، ما من بيت إلا ودخله الحزن. فأنت لست الوحيد المصاب، وأنت لست الوحيد الذي يدخل بيتك الحزن، ولكن ادعوا الله عز وجل لموتاكم بالرحمة والمغفرة، وادعوا لأحيائكم بالهداية والتوفيق. اللهم اغفر موت المسلمين ومن شهدوا لك بالوحدانية وماتوا وهم على ذلك. اللهم ارحمنا إلى ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضائبا إلا حفظته وبالسلامة رددته، ولا مديونا إلا قضيت عنه يا رب العالمين، ولا أسيرا إلا أطلقته. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم يسر على المعسرين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم استر على نساء المسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انظر الينا في فلسطين نظرة رحمة تجمع بها شملنا، وتوحد بها كلمتنا، وتؤلف بها بين قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
ودا جميلا. اللهم اجعلنا اخوه متحابين فيك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لهذه الامه من ينقذها مما هي فيه فيوحد كلمتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه لعلكم. واقم الصلاه.